ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 0.27% عند مستوى 9351 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 976 مليون درهم. من أصل 70 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة بينما انخفضت أسهم 31 شركة وبقيت 12 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم الاتحاد للتأمين بنسبة 14.89% ليغلق عند 0.51 درهم، بينما ارتفع سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة بلغت 13.77% ليغلق عند درهم فاصل 90. كما أغلق سهم البنك العربي المتحد مرتفعا بنسبة بلغت 11.57% ليغلق عند درهم فاصل 35. بينما انخفض سهم شركة إيزيليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 4.59% ليغلق عند 32 درهم فاصل 42. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مستقرا عند مستوى 3687 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 746 مليون درهم. ومن أصل 39 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة بينما انخفضت أسهم 14 شركة وبقيت 6 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة اكتتاب القابدة نسبة 14.78% ليغلق عند 0.13 درهم. كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابدة نسبة 14.68% عند 0.20 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة الخليج للملاحة القابدة نسبة 8% عند 5.40 دراهم. بينما أغلق سهم شركة دبي للمرطبات منخفضا بنسبة 10% عند 17.55 دراهم. أستاذ حسام، ننتقل لتحليل بورصة أبو ظبي التي انخفضت اليوم، ما تحليلك أيضا لأداء المؤشر ونقاط الدعم والمقاومة؟ يعني النهارده شهد مؤشر أبو ظبي هدوء أو أغلق تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء وأغلق على انخفاض قدره 27%، سجل مستوى إغلاق عند 9351. يعني أنا شايف إن هناك بعض عمليات جني الأرباح التي حدثت بجلسة اليوم، ودي اللي أدت إلى أن يفقد أو يتجه المؤشر أبو ظبي إلى الإغلاق بالمنطقة الحمراء، ولكن حافظ على مستوى دعم هام جدا وهو مستوى 9300، وده امر طبيعي جدا بعد ان شهد صعود بتعاملات بدايه تعاملات الاسبوع. واعتقد ان احنا هنشوف استعاده ايضا مره اخرى لمستوى 9400 خلال الاسبوع المقبل، وده هيكون مدعوم بالاخبار الايجابيه ونتاج اعمال الشركات واتجاه المؤسسات الماليه الاجنبيه مع بالتزامن مع جهود اداره سوق مال ابو ظبي في جذب استثمارات جديده، وده ما يعني وده كان بيبقى مدفوع عن طريق طروحات جديده. شفنا طرح ادنوك للامداد والتجاره قدر ان هو يعني يتم تغطيته باكثر من 163%، وجمع ما يقرب من 3 مليار درهم خلال عمليات الطرح. باجمالي طلبات قيمه طلبات كانت على السهم ما يقرب من 4.5 مليار درهم، وده بيؤكد الى يؤكد على رغبه رؤوس الاعمال بالاستثمار بسوق ابو ظبي المالي، وان شاء الله نشوف فيه استقرار اعلى مستوى 9300 ومستوى دعم هام جدا. اعتقد ان هنشوف فيه استعاده خلال العام الجاري او خلال تعاملات النصف الثاني من العام الجاري، هنشوف فيه استعاده لمستوى ال 10000 ثم ال 10400 ان شاء الله، وده هيكون مدعوم ب يعني المحافظات التي تتخذها اداره سوق ابو ظبي لجذب الاموال المستثمره سواء الاجنبيه او المحليه من مؤسسات ماليه او من افراد عن طريق الطروحات القويه التي يعني تستمر في سوق ابو ظبي خلال الفتره الاخيره، وان شاء الله نشوف استمرار لهذه الطروحات القويه جدا خلال حتى اخر العام، ويكون داعم ودافع قوي جدا للاداء الايجابي لسوق ابو ظبي واستعاده مستوى ال 10000 ثم ال 10400 خلال الفتره المقبله ان شاء الله.
إن شاء الله وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ حسام عيد مدير القطاع الاستثمار بشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية لمشاركته معنا اليوم.